الآن يا شبابنا خلينا نحكي عن القاعدة رقم 4 في السي اس اس سيلكتور بناء على الريليشن شيب، وهي عبارة عن يا شبابنا لو حكينا في عندي أنا هنا سيكشن وبعديها في عندي مادة وبعديها بي، إيش المقصود في هذا الشيء يا شبابنا؟ المقصود فيه يا شبابنا اللي هو عبارة عن كل الباراجرافز اللي بتيجي بعد السيكشن في الترتيب لكن لهم نفس الأب. بمعنى يا شباب لنفترض لنحن نوضح هذا الشيء يا شبابنا، الآن نأخذ المثال التالي. لو افترضنا يا شبابنا عندي الآن هنا إيش عندي هيدر، هاي بدايته، عندي داخل الهيدر عندي سكشن يا شباب، هاي بدايته وهاي يا شبابنا نهايته لهذا السكشن، ثم عندي هنا يا شباب باراجراف بدايتها وهي عبارة عن نهايتها، ثم عندي هنا H1 بدايته وهي عبارة عن H1 نهايته، ثم مرة أخرى عندي باراجراف هاي بدايتها وهي عبارة عن نهايتها، نفس الشيء عندي ايضا يا شبابنا باراجراف ايش اخرى بدايتها وهي عبارة عن نهايتها، وهنا يا شبابنا تسكيرة ايش تسكيرة الهيدر. اذا لو اجينا الان نمثل هذا الشكل راح يكون عندي هنا الهيدر زي ما احنا شايفين، هذا هو الهيدر، اول ابن لهذا الهيدر هو عبارة عن ايش يا شبابنا اللي هو عبارة عن السكشن موجود هنا، ثم راح يجينا الباراجراف الاولى هاي البي، ثم يا شبابنا راح يجينا ال H1 زي ما احنا شايفين، ثم راح يجينا الباراجراف اللي بعديها هاي ال B، ثم اخر باراجراف موجودة عندنا. اذا هنلاحظ يا شبابنا انه المقصود بهاي، اذا يا شباب المقصود بهاي الريليشن اللي هو عبارة عن اي باراجراف موجودة عندي مباشرة بعد ايش يا شبابنا بعد السكشن حتى لو فصل بيناتهم اي شيء. اذا هذا السكشن يا شبابنا الموجود عندي هنا هاي الباراجراف اجت بعدية مباشرة وهاي اجت بعدية مش مباشرة كان بيناتهم فاصل اللي هو عبارة عن ال H1 اللي هو هنا يا شباب زي ما احنا شايفين، وهاي الباراجراف الاخيرة اجت عندنا بهاي المنطقة الاخيرة، لكن كلياتهم يا شبابنا راح يتأثرون بهاي ال CSS rules الموجودة عندنا. اذا يا شبابنا السكشن السكشن مادة ثم البي المقصود فيها يا شبابنا جميع الاليمنت اللي بتيجي بعد هذا السكشن ما دام لهم يا شبابنا ايش نفس الاب، ما دام لهم يا شبابنا نفس الاب، ما دام لهم يا شبابنا نفس الاب. الان يا شبابنا لو اجينا هنا قبل هذا السكشن ووضعنا هنا يا شبابنا بي، حطينا هنا باراجراف، اوكي هاي الباراجراف يا شبابنا حتكون برضو ابن لمين؟ حتكون ابن ايضا يا شبابنا لهذا الهيدر، حتيجي هنا حرف البي، اوكي؟ لكن يا شبابنا هذا ما راح يطبق عليه هاي القاعدة اطلاقا، ليش؟ لانها ما اجت بعد السكشن، لا اجت هي قبل هذا السكشن، زي ما احنا شايفين يا شبابنا. اذا هاي هي الفكرة يا شبابنا وراء هذا CSS Relationship Selector. طيب يا شباب، ممتاز. الان يا شبابنا لو كتبنا هاي CSS Rule السكشن، حطينا المادة هاي يا شبابنا اللي هي عندي أنا على الكيبورد شفت حرف الذال، ممكن تكون عندك على الكيبورد أي حرف ثاني، أتمنى أنك تدور عليها وتشوف وين هي. OL كتبنا بعدها OL يا شبابنا يعني Ordered List، وكتبنا هنا القاعدة التالية، القاعدة التالية يا شبابنا اللي هي عبارة عن Border، بدي Border يا شبابنا يكون عبارة عن 3 بكسل، البوردر يكون 3 بكسل يا شبابنا، يكون اللون تبعه Red، ويكون ستايله يا شبابنا داشت، أوكي. طيب برأيكم يا شبابنا هاي القاعدة حسب ما انتم فهمتوا قبل قليل على ايش راح تأثر عندنا، على اي واحدة من هذول راح تأثر علينا؟ هذا السكشن اللي احنا شايفينه يا شبابنا بعديها في عندنا ordered list اللي هي هيها يا شبابنا اللي فيها 1 و2، بعديها عندي باراجراف، بعديها عندي باراجراف، بعديها في عندي ordered list اخرى فيها A و B. برأيكم يا شبابنا هاي CSS rule على ايش راح تأثر؟ خلينا نعمل save يا شبابنا وريفريش ونشوف على ايش اثرت. هتلاحظوا يا شبابنا زي ما احنا شرحنا قبل قليل هاي الـ CSS rule اثرت لنا على الاوردر ليست بغض النظر وين اجت، rule اثرت لنا على كل الاوردر ليست اللي اجوا بعد ايش السكشن، سواء كانوا اجوا بعد السكشن بشكل مباشر زي هاي الاوردر ليست اللي هنا، او كان في فواصل بينها وبين السكشن زي مثلا زي الاوردر ليست هاي اللي فيها A و B. ال A وال B ما اجت مباشره بعد السكشن، لا اجت اول شيء ال B4 بعديها ال B5 بعديها الاوردر ليست، وهاي الاوردر ليست اللي فيها 1 و2 اذا يا شباب هاي السي اس اس رول زي ما شرحنا بتاثر لنا على الاوردر ليست اللي بتيجي ايش بعد السكشن يا شباب، سواء اجت بعديه بشكل مباشر او كان في فواصل بيناتهم، فواصل اقصد يا شبابنا يعني كان في اتش تي ام ال تاجز بينهم وبين السكشن. فممكن اكتب يا شبابنا كالتالي انه الاوردر ليست اللي بيجي بعديها باراجراف وين ما اجت هاي الباراجراف سواء كانت مباشرة بعد هاي الاوردر ليست او في الاخر او في بيناتهم اتش تي ام ال تاكس، وين ما اجت هاي الباراجراف خلي الباك جراوند تبعها يا شبابنا
كلر يكون عندي يا شبابنا على سبيل المثال عبارة عن اللون البني البراون. نعمل سيف يا شبابنا ونشوف شو صار عندنا. راح نلاحظ يا شبابنا انه هاي الباراجراف مباشرة تغير اللون تبعها. كيف؟ خلينا نشوف يا شبابنا. هاي الاوردرد ليست اجى بعديها هاي الباراجراف، اذا تنطبق عليه هاي القاعده يا شبابنا. باراجراف اجت بعد الاوردر ليست، سواء اجت بشكل مباشر بهذا الطريقه او كان في بيناتهم فواصل يا شبابنا. حتى يا شبابنا لو هنا اجت وضعت على سبيل المثال وضعت اتش1 على سبيل المثال وسميت هذا الاتش1 سيبريتور، يعني يا شبابنا فاصل، انا بدي افصل هذول التو باراجرافز عن بعضهم البعض انه يكون بيناتهم اتش تي ام ال تاجز، واشوف يا هل ترى ظلت هاي القاعده تبعت السي اس اس شغاله بشكل صحيح ولا لا. نعمل سيف وريفرش يا شباب، ظلت شغاله بشكل صحيح، اجى السيبريتور صحيح، لكن الباراجراف هي فعليا اجت بعد الاوردر ليست، سواء كانت بشكل مباشر او كانت بعيده عنها، لكن هي تلحقها في الترتيب. فاذا هاي القاعده انطبقت عليها يا شباب.